مرحبا أعزائي، الآن راح أكمل أتكلم عن الديسنفكشن أو التعقيم. من بعد ما خلصنا من الفلتريشن هنا، من بعد ما انتهينا من الفلتريشن هنا، راح نروح المن، راح نروح للتعقيم، نضيف المعقم قبل ما ندخل المي للستورج للخزن النهائي، قبل ما يروح إلى الشبكة، قبل ما يروح إلى الشبكة للديستريبيوشن سيستم. المفروض نعقم المي، مفروض نضيف له المعقم. فرح أتكلم الآن عن المعقم. ف why is drinking water disinfected؟ لأنه لما زيل السسبندد سوليدز، صحيح هواية بكتيريا راح تروح، هواية فيروسات راح تروح، ولكن أنت مو كل الفيروسات تخلصت منها، تبقى بعض الفيروسات موجودة بالمي، فلابد من أنه ضيف معقم، لأنه هواية أنواع من الفيروسات ممكن تعبر من السليمنتيشن تانك ومن الفلاتر، يعني ما تتعلق ذني، أكو بعض النوعيات ما يتعلقن بالسسبندد سوليدز، أو حتى يبقى سسبندد سوليد أحيانا بالمي فموجود بها باثوجينز أو فيروسز. فهنا المفروض انه تسوي له ديسنفكشن للمي حتى تتخلص من هذه المشكله. وطبعا حكينا هو لينكد كونتامينيتد ووتر تو انفكشس ديزيز، يعني ربط المياه الملوثه مع الامراض الانفكشس ديزيز. قلنا جون سنو اللي هو فيزيائي بال1850 بهالحدود هذه 1840 1850، هو اللي سوى بحث علمي يربط ما بين ال contaminated water والinfectious disease. هذا حكينا عليه قبل. فهنا احتاج ايضا افحص الـ contamination بهاي الفيروسز وبهذه الـ contaminations كلها، احتاج افحصها. فشنو الطريقة اللي افحص بها هذه النشاط البكتيريولوجي اللي موجود بالماء؟ عادة نستعمل الانديكيتر، نستعمل انديكيتر اورجانيزمز، نستعمل انديكيتر اورجانيزمز، نستعمل مؤشر، نستعمل مؤشر حتى نفحص النشاط البكتيري او الفيروسي بالماء. طيب ليش نحتاج نسوي نحتاج نفحص انديكيتر، ما نفحص كل نوعيه لحالها؟ اولا لانه hard to identify pathogens and test them، لان عندك عشرات احيانا لعله مئات انواع الباثوجينز، انواع الجراثيم، وصعب انه تحددها وتفحص كل واحد منها، يعني تحتاج الى عشرات ربما مئات الفحوص يا الله تتاكد من خلو المياه منين، من المشاكل الفيروسيه. فاذا استعملت انديكيتر، انت بهالحاله هذه مكان ما تفحص عشرات الفحوص، تفحص او تسوي فحص واحد فقط. لذلك هو easier وcheaper، اسهل وارخص وامن تستعمل indicator، امن انه تستعمل indicator. هذا الindicator شنو هو؟ هذا الindicator هو شنو؟ المؤشر هذا شنو هو؟ هذا المؤشر المفروض بمجموعة مواصفات مثالية، مجموعة مواصفات حتى يصير شنو؟ حتى يصير indicator. أول مواصفة أنه يكون present when the pathogen present، موجود عندما يكون الباثوجينز الجراثيم موجودة، ولا ماكو فايدة إذا الجراثيم موجودة هو شنو؟ هو ما موجود. present in fecal materials in large numbers، موجود بالمخلفات، مخلفات الحيوانات، مخلفات براز الإنسان وبراز الحيوانات، إنه أكثر مكان تتواجد بالجراثيم هي هذه. فالمفروض هذا الانديكيتر، هذا المؤشر يكون موجود أيضا بالفيكال ماتيريالز. أيضا lacked أو act like pathogens during treatment process، يتصرف مثل pathogen خلال التريتمنت process. أيضا بعد شنو؟ easily detected، إنه الفحص مالته يكون سهل، فحص مالته يكون ميسر ويكون سهل. ايضا simple and inexpensive to test، الفحص مالته يكون بسيط ومو غالي، يكون مو غالي.
ايضا have high indicator pathogen ratio. نسبة الانديكيتورز، نسبة هذا المؤشر، وجود هذا المؤشر للباثوجين تكون عالية، مو تكون قليلة. اذا تكون قليلة صعب انه انت تلقاها. وايضا بشكل عام يكون نون باثوجينيك، بشكل عام يكون نون باثوجينيك، يكون غير جرثومي. فهذا مؤشر، ركز وياي، مؤشر نستعمله حتى نتأكد انه موجود فيروسات، موجود باثوجين لو ما موجود. فشنو الانديكيتر اللي اكثر شيء يستعمل؟ شنو الانديكيتر اللي اكثر شيء يستعمل؟ التوتال الكاليفورمز اللي هو فصيلة من من البكتيريا عادة موجودة ببرازيات، و بشكل عام قسم منها aerobic and facultative anaerobic، قسم منها هوائي قسم منها لا هوائي. هذه عادة تستعمل كمؤشر، هذه عادة تستعمل مؤشر، لأن هي إذا موجودة فموجود الباثوجينز أنواع الأخرى، إذا هي ما موجودة الباثوجين ما موجود. فهذه واحد من أنواع الانديكيتورز. أيضا من الانديكيتورز الثانية الإيكالي، الإيكالي اللي هي أيضا a subset of total coliform group، هو فصيلة فرعية من total coliforms، وهذه أيضا بشكل عام تكون non-pathogenic. بعض قسم من الإيكاليز يكون pathogenic، بس القسم الأكبر يكون non-pathogenic، وأيضا موجودة عندما يكون الباثوجينز موجود، فيمكن نعتمد عليها أيضا. فبشكل عام الإيكالي، واللي بالعربية إذا سامعين يصيحولها الإيكولا، الإيكولا والتوتال كاليفورم هي تعتبر كمؤشر. فركز إنه إحنا نفحص هذا من المؤشرات، الهدف مهمة، لأن كثير منهم نان باثوجينيك، ولكن الهدف هو الباثوجينز الأخرى، لأن صعب قياسها، صعب فحصها، فنضطر إنه نفحص مؤشر حتى شنو، حتى يشير إلى هذه الجراثيم، إلى وجود هذه الجراثيم، إلى نسبة هذه الجراثيم بهذه الطريقة. أيضا عندنا مؤشرات أخرى مثل heterotrophic bacteria والturbidity. heterotrophic bacteria والturbidity بشكل عام تستعمل في بعض الأحيان. الاثنين اللي أكثر نستعملهم بشكل واسع هي total coliforms والecom. indicators حتى نفحص النشاط البكتيري أو النشاط الفيروسي أو النشاط الجرثومي في الماء. طيب الآن إحنا لما سوينا filtration، يجوز البعض يصور إنه حتى ممكن البكتيريا والفيروسات تروح. نقول لا، هذا الفلتر 10 microns، عندنا مثلا بعض الفيروسات ممكن تعبر، عندنا الفيروسات تاس تعبر 0.05 إلى 0.1 microns، فالفيروسات بشكل عام تعبر. بعض البكتيريا ممكن بعض البكتيريا ممكن، خصوصا قلنا هواية ميكانيزمز للفلتريشن، فبعض البكتيريا أو كثير من البكتيريا كوت، وكذلك مثلا خلايا الدم الحمر ممكن أنه كوت، بس ولكن الفيروسات بشكل عام تعبر، ولذلك لازم نسوي شنو؟ لازم نسوي disinfection. أنا لاحظ إحنا شنو اللي نريد بالobjectives، بالأهداف للdisinfection؟ عادة نقول نريد 3 logs removal of Giardia cysts. Giardia أيضا فصيلة من الكائنات المجهرية اللي أيضا هواية تحمل عوامل للأمراض. فنريد للجياردية 3 logs removal، للفيروسز 4 log removal. شنو معنى 3 logs وشنو معنى 4 logs؟ بشكل عام عندنا هذا القانون، LRV أو log removal value، log removal value يساوي log 10 للconcentration initial على الconcentration final، التركيز الأولي على التركيز شنو؟ على التركيز النهائي. أنا مثلا إذا عدنا قبل عملية الديسنفكشن، إذا فحصنا مثلا الجياردية أو فحصنا مثلا الإيكالي أو فحصنا مثلا
فد لون معين. وطلع عندي ألف ام بي ان. الام بي ان هي الوحدة اللي استعملها بفحوصات البكتيريا اللي هي stand for most probable number. Most probable number. ام بي ان. فإذا قبل كانت ألف ومن بعد التعقيم أو من بعد الفلترة صارت عشرة. فيصير عندي two logs. يصير عندي القيمة هي two logs. Two logs هي بالحقيقة 99% removal. 99% removal. خلي بالك مثلا إذا عندي one log معناتها 90% removal. إذا عندي two logs معناتها 99% removal. إذا عندي four logs معناتها 99.99%. هذا معنى log removal. فإحنا نستعمل عادة في قضايا التصفية في قضايا التعقيم نستعمل log removal. النسبة اللوغاريتمية للإزالة. فخلي بالك الـ objectives إنه 3 logs removal of giardia, 4 logs removal of viruses. أيضا من الـ objectives إنه do not impart toxicity, يعني مو نجيب لنا فد شيء بسمية, مو نضيف شيء بسمية. أو التست and odor to the disinfectant water. مو نضيف طعم سيء أو رائحة كريهة للمياه المعقمة. أيضا من الـ objectives minimize the formation of DPPs اللي هي disinfection byproducts اللي هي النواتج الجانبية لعملية التعقيم. هذه DBPs stand for disinfection byproducts النواتج الجانبية لعملية التعقيم. لأنه بالسبعينيات حكينا عليها قبل هذه تبين أنه لما نضيف الكلور للمياه والمياه يكون بها organic matters المياه يكون بها أساساً organic matters باقية فالكلور راح يتفاعل مع الorganic matters ويسوي منتجات جانبية عادةً مسرطنة. فلذلك شفنا لما حكينا عن في البداية عن الستاندرز إنه واحدة من الستاندرز هي تتعلق بالdisinfection byproducts هاي المواد المسرطنة اللي تنتج من إضافة الكلور وموجود أساساً وجود المواد العضوية الأورجانيك ماترز في المياه يسبب لي وجود هذه المواد. فهنا خلوا ستاندرز أيضاً أو ليميتيشنز عليها أو ماكسيمم كونتامينيشن ليفل مثل ما قلنا. فهذه الأوبجكتيفز للديسنفكشن. هذه الأوبجكتيفز اللي نريدها وين؟ اللي نريدها بالديسنفكشن. طيب إذا هاي الأوبجكتيفز what are the options for disinfectant water. شنو الأشياء اللي ممكن نستعملها للdisinfection للتعقيم. هنا الأشياء اللي ممكن نستعملها هنا مثلا نقدر نسوي boiling, نقدر نسوي غليان, وهذا طبعا مستحيل بس ولكن خلي بالك انه اذا تريد تعقم مياه ممكن نسوي له boiling, ولكن في تعقيم المياه هذا ممكن, هذا غير ممكن, هذا مستحيل. ما تقدر تسوي بويلينج المن لأحواض ضخمة ولا فريزينج أيضا ولا هيفي ميتالز, لأنه بعض أنواع الهيفي ميتالز بالمختبرات ممكن تقتل الجراثيم, ولكن أنت تتكلم هنا عن كميات ضخمة من المياه. الهيفي ميتالز يجيب لك مشاكل أخرى أنه شلون تخلص من هاي الهيفي ميتالز. الكحول كذلك, الكحول أيضا يعقم ولكن مشكلة أنت ما تقدر تستعمله في التراكيز العالية. المهم الطرق المثلى للتعقيم إما بالهالوجينز, إما بالهالوجينز اللي نركز بيها على الكلور مثل ما راح نشوف, أو الأوزون أو اليوفي, أو الأوزون أو اليوفي. طيب اتذكروا ايضا انه احنا بالكاركترستكس الخواص الديسنفكتنت خواص المعقم يجب ان يكون
انه يقتل الجراثيم، يقتل الهارمفول مايكروبس الباثوجينز، ليف ريزيدوال يترك اثر، لانه انت لما تعقم المياه وتخليها تطلع من المحطه بعدين اذا راحت بالشبكه وصار هناك ليك بالشبكه شنو راح تسوي بهالحاله؟ فلازم يترك اثر، لازم يترك اثر متبقي. وايضا تشيب وايضا سيف، امين للتعامل وياه، وتيستلس اند اودرلس، ما يضيف طعم ورائحه كريهه للمياه. بشكل عام الكلور بشكل عام واضح انه هو افضل هذه الحلول. الكلور بشكل عام هو افضل هذه الحلول، ليش؟ لانه تشيب رخيص، يقتل الجراثيم بتركيز بسيط، تركيز بسيط ممكن انه يقتل الجراثيم، ايضا التعامل وياه ممكن سهل اذا خليناه بسلندرز اسطوانات، تيستلس ان اودرلس، يخلي اكو بعض الطعم البسيط ولكن ممكن تجاوزه، ممكن يعني يضيف هو طعم للمياه ولكن ممكن انه يتجاوز هذا الشيء. فصار البناء انه الكلور هذا تقريبا من بدايات من نهايات القرن القرن الثامن عشر بدت المحطات، بدت الناس بشكل عام، او من بداية القرن التاسع عشر بشكل عام بدأوا يستعملون الكلور كمعقم اساسي ستاندرد ديسنفكتنت في كل محطات تصفية المياه. هذه هنا صورة للاسطوانات اللي ينقلون بها المياه، اي عفوا ينقلون بها الكلور. فهنا مثل ما تشوفون هذه في محطة الرميفة، هنا ترفع هذه الاسطوانة تشكل ويا العداد هنا اللي يضبط التركيز اللي يريد نضخه للمياه، فيتم ضخ الكلور ويا المياه، تنخلط ويا المياه. هذه العمليه اللي نسميها احنا الكلورينيشن، العمليه اللي نسميها الكلورينيشن. فمثل ما قلت خصائص الديسنفكتنت مثل ما قلنا، هنا ليش نستعمل الكلور اكثر من غيره، لماذا ليش نستعمل الكلور بشكل واسع اكثر من غيره. فهنا مثل ما قلت الهالوجينز ممكن يكون فلورين، برومين، ايودين او كلورين. بشكل عام الفلورين والبرومين والايودين كلها اثبتت بها اثار جانبيه، اكثرها الايودين البرومين الفلورين ما ممكن استعمالها، فصار التركيز على الكلورين، صار بشكل عام التركيز على الكلورين في كافه المحطات، صار التركيز على الكلورين في كافه المحطات. فالكلورين الاوزونيشن واليو في يعني الالترا فيولت هن ذني الأشياء اللي أو المواد اللي نستعملها عادة إلى التعقيم. طيب. الكلور بشكل عام strong oxidizing agent، عامل مؤكسد قوي. remove electrons from another reactant، ممكن إنه يتفاعل ويا البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثيم أو يشلها أو يقتلها. بشكل عام أصبح الكلور مثل ما تشوفون هو العنصر الأساس في التعقيم. طيب. In order for chlorine to be effective, we have to give enough time and concentration. لازم نعطي وقت كافي وتركيز كافي. وهذا المركب من الـ concentration والtime نسميه CT value. نسميه CT value. هذا احفظه. CT value هو concentration والtime. Concentration والtime. Study shows that CT
CT value تعتمد function of هنا بنقول function of يعني تعتمد على ال pH مالت المي درجة الحرارة log removal اللي نريدها احنا log removal required فتذكرهن ذني العوامل اللي أثرن على CT value ذني ذكرهن العوامل اللي أثرن على CT value ال pH temperature log removal ال pH وال temperature وال log removal مثل ما قلنا الكلور هو اللي راح يكون العنصر الأساس الكلور هو اللي راح يكون العنصر الأساس طبعا هذا مثال للمعادلات اللي نستعملها ولكن ما راح أدخل في هذه المعادلة ممكن أنطيك هذه المعادلة وأنطيك قيم الـ pH والـ concentration والـ log removal وأقول لك احسب لي CT value بهاي الحالة أقول لك احسب لي CT value ف طبعا هاي المعادلة مو دائمة هاي المعادلة empirical تجريبية يعني كل محطة تسوي عادة معادلة خاصة بيها حتى تحسب الـ CT value اللي راح تشتغل عليها فهذه خلي بالك انه هذه empirical هذه كمثال اخذناها من وحدة من المحطات طيب هنا هسه راح نجي على الكلورين راح نجي على الكلورين قلنا انه هو cheap leave residual active in high dilution بشكل عام اذا تركيز الكلور انتبه هذه اذا تركيز الكلور اكثر من 0.2 ملي جرام باللتر فهو راح يشتغل بشكل جيد او احيانا حتى اكثر من 0.1 اذا 0.1 فهو شنو فراح يشتغل بشكل جيد الديسادفانتج للكلور انه not very active against viruses بعض الفيروسات مو اكتف قوي ضدها toxic and corrosive التعامل وياه شوية صعب بالمحطات اللي اذا خليناه بسلندر وشفنا الصورة لهذه السلندرز يشكل harmful byproduct يشكل harmful byproduct اللي هو قلنا disinfection byproduct من أمثلة disinfection byproduct اللي هي trihalomethanes الستاندرد مالته الماكسيمم contamination level مالته 80 microgram وعندنا الهالو أسيتيك أسيد أيضا الهالو أسيتيك أسيد أيضا إلى هذا الستاندرد الدوز لازم نخلي نضيف القدر اللي نحتاجه زائد الريزيجوال الريزيجوال بشكل عام من 0.2 إلى 0.5 إلى 0.4 أو 0.5 حسب من 0.2 هاي احفظها لازم هاي لازم تحفظها الدوز الريزيجوال اللي نريده اتذكر راح نحتاج الى قسم من الكلور حتى نزيل الباثوجينز بالمحطه ومن بعدها لازم نترك ريزيجوال نترك متبقي اثر متبقي هذا للشبكه يكون ما بين 0.2 الى 0.4 او 0.5 احيانا نقول من 0.2 فما فوق الى 0.4 من 0.2 الى 0.4 لاحظ انه انت مو يحق لك تضيف ايش قد ما تريد لا لا حد 0.4 او 0.5 كلش كافي لازم تتوقف ايضا الكلور ايضا الى ماكسيمم كونتامينيشن ليفل يصبح شنو يصبح ماده قاتله وسميه اذا كثر عن هذا الحد اللي هو 0.4 الى 0.5 طيب مثل ما قلنا الاكويبمنت اللي تستعمل احيانا يستعملون 1 تن كونتينر مثل هذه اللي شفناها قبل شويه مثل هذه طن واحد كونتينر طن واحد واحيانا لا تكون اقل 100 الى 150 باوند هاي بريشرايزد ستيل سيلندر التيبيكال تايم عاده من 15 الى 30 دقيقه من 15 الى 30 دقيقه هذه وقت الكونتاكت تايم هذه مثل ما قلنا
هذه هنا تبين لك شلون انه احيانا الكميه اللي تضيفها الكلورين اللي تضيفه عاده عفوا هنا الكلورين الادد الدوز يعني الجرعه وهذا الريزيدجوال انه انت لما تضيف مو مباشره كل ما تضيف يبقى عندك ريزيدجوال لا بالبدايه ما راح يبين عندك شيء بالبدايه ما راح يبين عندك شيء لانه الريديوسينج كومباوندز راح تاخذ الكلورين بعدين يشكل عندك الكلورو اورجانيك اند كلورامين فورميشن بعدين يبدي يتاكل هذا الكلورامين ديستركشن يصير بيه الى ان توصل الى نسميها البريك بوينت نسميها البريك بوينت من بعدها كل ما تضيف هذا راح يبقى شنو راح يبقى فري ريزيدجوال راح يبقى فري ريزيدجوال وهذه ممكن نتحدث عنها بالتفصيل لأنه تحتاج إلى تفصيلات كثيرة ومعادلات كثيرة يكون نشرح عنها فقط اللي أريده منك أنه تفهم أنه عندي break point من بعد البريك بوينت اللي وصلت لها بعدين قد ما أضيف يكون شنو يكون هذا إلي قد ما أضيف يكون في الماء الآن أختم بهذا المثال هذه مثل ما قلنا معادلات هواية ما راح أدخلك بيها ما يحتاج نروح بيها لأنه طويلة فأنا راح أحاول أحل هذا المثال هنا أحاول أحل هذا المثال مثل ما قلنا هنا if 1.5 milligram liter of chlorine is being used and the demand is 1.2 the demand is 1.2 يعني الحاجة للكلورين بالمحطة هي 1.2 ولكن الاستعمال صار 1.5 طبعا واضح هنا ليش هذا الفرق ما بين ال 1.2 وال 1.5 هذا الريزيدجوال هذا المتبقي وهنا ايش قد استعمل وات از ذا ريزيدجوال ايش قد الريزيدجوال واضح هنا 1.5 ماينس 1.2 يعني استعمل 0.5 ملغرام لتر ريزيدجوال يعني الريزيدجوال المتبقي اللي استعمله هو 0.3 ليش بالرغم انه حاجته فقط 1.2 لانه يريد يترك اثر متبقي بالكلورين حتى المي لما يروح للشبكه للديستريبيوشن سيستم خاف يصير ليك او خاف يصير مشكله هناك اكو هذا المعقم اللي يقتل الجراثيم اللي تدخل للشبكه او اللي موجوده اصلا بالشبكه مثل ما راح نحكي للمستقبل ان شاء الله. الفرع الثاني إذا المحطة تشتغل على 550 ألف جالون باليوم وأنت تشتري الكلورين أو الكلور تجيبه بسلندر أو حاوية واحد طن هاي اللي شفناها صفرة قبل شوية How long will one container last؟ شقد راح تبقى هذه الـ one container؟ فهنا بهاي الحالة في هذه الحالة هنا راح هيك راح أحسب التايم راح أقول هي one طن طن واحد عفوا راح احول الطن هنا احوله الى باون هذا الفلو ريت 0.55 مليون جالون داي اضربه في التركيز اللي هو 1.5 ملي جرام لتر واضربه في هذا الكونفرجن فاكتور اللي دائما هذا الكونفرجن فاكتور هذا اللي دائما نستعمله 8.34 باون لكل مليون جالون ملي جرام لتر راح يطلع عندي 290 days يعني راح يبقى عندي 290 يوم اقدر استعمل هذه الكنتينر طيب فهنا راح اتوقف لانه هذا المقدار اللي اريد احكي به عن الديسنفكشن بالكلورين للمستقبل راح احكي عن الديسنفكشن باليوفي وايضا ديسنفكشن بالـ الـ